هذا الرسول معاملته للمنافقين هذه المعاملة احتراما لما أظهروه من كلمة الإسلام، ومع ذلك يظل المنافقون في حربهم لنبي الإسلام وللإسلام. يعرض الله هذه المسألة في 13 آية. إذا قرأت أي آية منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موصولة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أدي أول حاجة، من الناس من يقول آمنا بالله. انظروا إلى دقة الأداء أيضا هنا، قد يقال إنه ليه ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر، لا، ومن الناس من يقول إيه بالله وبي، مش واليوم الآخر، وباليوم الآخر. جعل له متعلقا جديدا، فكأن ده له إيمان بداية ودي له إيمان النهاية. يبقى أخذوا الإيمان من قوسين ومن طرفي، الإيمان الابتدائي اللي هو إيمان بالله، والإيمان النهائي اللي هو إيمان، ما فيش أكثر أحسن من كده بقى، كلام طيب قوي. انظروا هم قالوا إيه، نحن مؤمنون بالله وباليوم الآخر، حتى يقول الله في الرد عليهم وما هم بمؤمنين، إنما قالوا آمنا. كان القياس في الرد أن يقول إيه، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا، إنما دقة العبارة قال وما هم بمؤمنين، ليدل على أن الأمر وصف لازم لا حدث متغير. نعم، كان لو قال آمنا يمكن إحنا ما آمناش قبل كده، إنما وما هم بإيه، وما هم بمؤمنين. وكلمة يقول، ومن الناس من يقول، ما قالش يشهد، يبقى إذن فيه قول بالإيه، قول باللسان. وكلمة وما هم بالمؤمنين غير مطابق للجنان، لأن الحتة اللي جوانية دي من يعرفها، والحق سبحانه وتعالى هو الذي يعرف. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم إيه بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى إذن يجب أن تكونوا يقظين، لأن كنت لو خدتم بالكم من كلامهم الذي يواجهونكم به لعرفتم مدى نفاقهم ومدى كذبهم. تيجي تقول طيب الله كان يطلع رسول الله على المنافقين، وإحنا من يطلعنا؟ لقد أطلعنا رسول الله وأعطانا الأمارات الدالة حتى نقيس تصرف المتصرف على ضوئها. معيار آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا اؤتمن. تبقى دي المقاييس اللي كل أمة محمد تعرف ليه. أم قال لك لأن لما واحد يكذب، معنى يكذب يعني إيه الكذب؟ شوية عايز نوسع شوية كده، فيها في حاجة صدق وحاجة اسمها إيه كذب. أولا النسب اللي الإنسان يتكلم بيها، فيه نسبة كلامية اللي تسمعها مني قبل أن تكون نسبة كلامية صدرت من فمي، وجدت نسبة ذهنية قبل أن أتكلم. النسبة الذهنية دي لها واقع قبل أن توجد في ذهنك ولا ملهاش واقع؟ أنا أريد أن أقول محمد مجتهد، قبل أن تسمع مني محمد مجتهد دار في ذهني شيء اسمه محمد وشيء اسمه اجتهاد، ونسبت الاجتهاد لمين؟ في ذهني، وبعدين قلته لك. طب قبل ما تيجي النسبة دي
أكان هناك واقع واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح قبل ما تيجي النسبة دي؟ نقوم نقول له ايوه، اقول اهو ده الصدق. يبقى الصدق هو ان تتطابق النسبة الكلامية الصادرة بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذي سبقها، ده يبقى اسمه ايه؟ صدق. فان كانت النسبة الكلامية دي اللي صدرت بعد النسبة الذهنية ملهاش واقع قبله، يبقى ده ايه؟ الكذب. معنى الكذب يبقى ايه؟ انه لا واقع، مش كده؟ لكنني تكلمت لا واقع في الوجود يعني، وان كان له واقع في اللفظ. يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ ما فيش واقع في الوجود انما فيه واقع. انا قلت محمد مجتهد، وبعدين في الواقع ما فيش محمد ولا مجتهد، يبقى حاجتين اتنين. اقول لك اهي ده الكذب. طب ما هو ملتقي مع النفاق، لانه هو ما شهدش ان لا اله الا الله وقال بلسانه لا اله الا الله، ما فيش واقع رصيدي في ايه؟ في قلبه. يبقى ده كذب ولا لا؟ يبقى ادي علامه، وعلامه منطبقه مع وقعه ولا لا؟ يبقى اذا الكذاب منافق ولا مش منافق؟ يبقى منافق. طب واذا وعد اخلف؟ وعد يعني ايه؟ اذا استعملت كلمة وعد افهم انها للخير، وعد تبقى للخير، واوعد للشر. وعد بخير يبقى تكلم كلمة بخير، وبعدين اخلفها، واخلفها بملكه يعني بنفسه كده، مش جت اسباب من الاسباب الضاغطه خلته. لو من الاسباب الضاغطه التي يقوم بها العذر تقنع صاحبها وتنتهي المساله. يبقى اذا وعد يعني بخير، وعد بخير تكلم انه هيعمل لك كذا، وبعدين اخلف. الاخلاف ده نوعين. انتوا قريتوا القران ما اخلفنا موعدك ايه؟ بملكنا، يعني ما كانش ايه؟ قصد منا يعني. مفهوم؟ نقول له كان يحميه من ذلك ان يعد بعد ان يقول ان شاء الله. واذا اؤتمن خان، يبقى برضه في وعد واخلف اثنين ولا لا؟ متناقضين زي النفاق تمام. طيب واذا اؤتمن خان، معنى اؤتمن يعني ايه؟ يعني جعله واحد محل الامانه. واحنا قلنا سابقا ان الامانه شيء تدعه عند انسان اخر ولا صك لك عليه الا ذمته، لا خدت عليه وصل ولا كمبياله ولا شهود ولا اي حاجه. يبقى البين عليه مين؟ ذمته. ان شاء قال نعم وان شاء قال ايه. ساعه قال له دي امانه وقبلها، يبقى ما في الشك ارتضى بأن يردها ساعة أن تطلب. وبعدين لما تيجي تطلب ما يردهاش، يبقى في لونين ولا لا؟ لون يناقض ايه؟ يناقض لون. يبقى دي، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن كان الله قد أطلعني حياتي على المنافقين فلا تقولوا أنتم في تيهم من معرفة المنافقين، آياتهم كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا استقرأت أن إنسانا يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويختان إذا اؤتمن، فاعلم أنه من المنافقين.